لكن خليني أرجع لسؤالك ونحاول سوا، وحضرتك عالم كبير في الأمر ده اللي هو الأطفال. طبعا وأنا بتكلم عن تلوث البيئة وعن حرية إرادة الإنسان، برضو ما ننكرش إن جزء من أسباب بعض البلاوي اللي بتيجي للأطفال نتيجة برضو في عامل بشري، أو في عوامل كتيرة مش ممكن عقلنا المحدود يجيب أسبابها، لكن في زواج أقارب بيسبب بلاوي، مش كده ولا إيه؟ في تلوث بيئة بيسبب بلاوي. أنت القنبلة بتاعت هيروشيما مثلا وهي مرمية بحرية إرادة الإنسان، أولا سببت دمار قد إيه، والأجيال اللي طلعت بعد كده نتيجة العامل النووي طلعت مشوهة. نعم. لسنين، فطلعت أطفال مشوهة، والسبب في عنصر. نعم. في عنصر بشري، لكن في أسباب لا يمكن نعرف نوصل لها. لمحدودية العقل البشري. فإذا أنت قلت الحرية الغير مسؤولة، الغير مسؤولة، وتلوث البيئة، تلوث البيئة سبب تاني كبير جدا. فأنا بقول إن بالنسبة للأطفال ما عندناش كل التحليل، لأن أنا مش الله عشان أعرف كل التفاصيل. ده في أبعاد تفوق عقلي المحدود تماما.